أيضا معي مشاهدينا الكرام أستاذة آية أشرف، الكاتبة الصحفية بيروز اليوسف، وهي إحدى الشابات المشاركات في جلسة اليوم التي تحمل عنوان تجارب تنموية في مواجهة الفقر بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلا بحضرتك معنا أستاذة آية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. ويعني الكثير من الأرقام التي تم طرحها في هذه الجلسة، لكن دائما المواطن لغة الأرقام يعني تكون يعني غير مستساغة بالنسبة إليه، هو يريد دائما ترجمة هذه الأرقام لواقع حتى يفهم المواطن البسيط أين نقف نحن الآن من هذه المشكلة، ألا وهي الزيادة السكانية وأيضا مشكلة الفقر وأيضا خطط الدولة لتجاوز وحل هذه الملفات. تفضلي. في البداية أنا شايفة أن المنتدى شباب العالم جمع الشباب على أرض سينا بمدينة السلام ليؤكد قوة وعظمة الدولة المصرية وإرادتها للعالم من خلال شبابها، وإرادتها أن تصنع واقع أفضل لهم. غير كده أنا شاهدت واسمعت الاشادات من كل العالم ورؤساء وخبراء وشباب ومنظمات دوليه بالتنظيم الرائع الذي يقوم به الوصف والاجراءات الاحترازيه اللي تحافظ على سلامه جميع المشاركين. وغير كده يعني من خلال يعني تجاؤلي وتحدثي مع شباب من الجنسيات الاخرى، الاشاده بالتنظيم الرائع والوصف والاجراءات الاحترازيه اللي تحافظ على سلامه جميع المشاركين. وغير كده انا شاركت في جلسه حول التغير المناخي وتاثيرات الجائحه على المشروعات البيئيه. نعم، يعني تعددت الجلسات التي قمت بحضورها أستاذة آية، ويعني كان هناك موضوعات مختلفة بالتأكيد وطرح مختلف دائما نحن نجده في منتدى شباب العالم. وأسألك عن جلسة اليوم التي تم افتتاحها في المنتدى هذا الصباح حول تجارب تنموية في مواجهة الفقر، ما الخلاصات التي يمكن أن نستنتجها من هذه الجلسة أستاذة آية؟ جلسة اليوم كانت على حياة كريمة ورجال قضاء على الفقر، وصلنا لغاية دلوقتي يعني توفير الحياة الكريمة للشعب، ومن خلال يعني وكان في جلسات أخرى برضو زي اليوم أمس تمكين المرأة ونموذج المحاكاة، والنهارده الرئيس أشاد بدور المرأة وقال أنا كنت براهن على الشعب المصري والمرأة والحمد لله حققنا نجاح. ومن خلال قراءة المشهد تؤكد إن مصر تجربة قوية وخدتها ونجحت بنجاح بالفعل. نعم. أستاذة آية أشرف، الكاتبة الصحفية بروز اليوسف، أشكرك جزيل الشكر على متابعتك معنا والمداخلة.